حصة الأشغال ستكون ممتعة اليوم. لدينا هذه الورقة، سنضع عليها بصمة يدي. ماما، هذه بصمة يدي وعمري 5 سنوات. احتفظي بها كي أتذكر الأوقات الجميلة التي قضيتها مع مربيتي وأصدقائي. أضع بصمتي هنا لتبقى للذكرى. هيا نهاد، جيد، اضغطي عليها جيدا، جيد، ابعديها الآن، أحسنتي، جيد جدا. الآن بصمة محمد، هيا محمد، جيد، اضغط عليها جيدا، جيد، ابعدها الآن، جيد. الآن بصمة أنس، هيا يا أنس، اضغط اضغط جيدا، ابعدها، أحسنت، ما شاء الله، جيد. هيا زهرة، اضغطي عليها جيدا، ابعدي يدك، جيد يا زهرة، أحسنتي، سأكتب اسمك، جيد. هيا تعالي، هيا تعالى، هيا ردينا، هيا ضع يدك، اضغطي جيدا، هيا إلياس، اضغط جيدا، أحسنت، أبعد يدك، جيد إلياس، أحسنت إلياس، هيا خديجة، هيا، جيد يا خديجة، أحسنتي، هيا سجود، هيا بسم الله، جيد، لا بأس، سجود، هيا أمين، اضغط جيدا، أحسنت، جيد أمين، أوه ما شاء الله، بصمة أمين واضحة جدا، أحسنت، هيا هنا 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 هنا، اضغطي جيدا، أديني الآن، جيد، سوار، هيا ريتاج، جيد ريتاج، أحسنتي ريتاج، هيا 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 منعم، اضغط جيدا، أريني، جيد ما شاء الله، أحسنت، هيا هيا هيا، سندس، زيري زيري، لا عادي حطي، اضغطي جيدا، أحسنتي، جيد. جيد سندس. وهذه بصمات الأطفال ستبقى للذكرى ما شاء الله. أعجبكم العمل يا أطفال؟ أعجبتكم الفكرة؟ خبئوها جيدا حسنا. عندما أكبر سأرى بصمة يدي عندما كنت صغيرا في قسم التحضيري.